نود أن نلفت انتباه مشاهدين الكرام إلى أن حلقة غد الجمعة من برنامج معكم على الهواء سيكون موضوعها التجارة في المملكة، وسوف يكون ضيف الحلقة معالي الأستاذ أسامة جعفر فقيه وزير التجارة، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن الجريسي مدير عام غرفة الرياض. وتسرنا مشاركاتكم الهاتفية والفاكسية حول الموضوع، فإلى ذلك نلفت الانتباه.